معايا الحاج احمد تاني. اتفضل يا حاج احمد. السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله يا فندم. اتفضل. الجمعيه بتاع الجنينه جيت اجيب النهارده شويه مغذيات للغله القمح. تمام تمام سامعك كمل. ما لقيتش اي حد النهارده الساعه 11 ونص في الجمعيه، فالموضوع ده بيتكرر اكتر من مره. اه الجمعيه في مركز صح. مركز ايه واسمها ايه؟ جمعيه الجنينه الزراعيه مركز منيه النصر. منيه النصر الجنينه الزراعيه اسمها جمعيه قريه الجنينه. قريه الجنينه. اه اه مركز منيه النصر. خلاص عناية الاثنين. هم اساسا عندهم مخصبات؟ اه في اللي هو ال 2020 والتي اس والكلام ده. طب كويس والله ان هم جايبين حاجه، لان انا بخش جمعيات ما بلاقيش فيها حاجه خالص يعني. لا بصراحه موجود عندنا في الجمعيه وانا جبته اكتر من مره واستخدمته والحاجات دي كويسه بصراحه. طيب بس هو بقى تشوف المواعيد بتاعتهم ايه يعني، الناس مش عشان هو ما هو ماشي يعني ساعه بتر ونص ده اكتر من مره الموضوع بيتكرر، انا ماليش حد في الجمعيه. لا عينيا حاضر. ربنا يبارك لك. في مشكله ثانيه اقول لحضرتك عليها؟ اتفضل. عندنا في ترعه الجنينه في بيت مبني على الترعه، والترعه والبيت ده منزل ماسوره صرف صحي في الترعه مباشر، ترعه الري. اه والكلام ده طبعا يعني لو بيضر ناس كتير اكيد ده ضرر يعني هيعود على الناس هنا الفلاحين في المنطقه. طبعا كل ده خلي بالك في حملات ماشيه بتقوم بالازاله، لكن احنا هنسرع شويه ونكلم المدينه رئيس المدينه عندكم ونشوف أوه. المخالفات دي ونبلغهم بالاماكن بالظبط، ودي اثار من اثار السلبيه للبناء على الاراضي الزراعيه اللي حصلت بعد الثوره، ان كل واحد شاف مكان خطفه من الدوله كده وبنى عليه، فده مش هيستمر ولا يستقر لان احنا ما نسمحش بكده. هو والله هو ده حاجه انا قلت ايه، هي بعيد عن بيتي وبعيد عن ارضي، بس طبعا حاجه هتضر الناس وممكن انا اكون من المتضررين. انت زارع ايه؟ انا زارع قمح وبرسيم. اخباره ايه معاك الزرع؟ الحمد لله انا زارع ومتاخر شويه، كان ورا البطاطس. اه والحمد لله ماشي الحال وتمام وكويس. مع الجو اللي احنا فيه ده في اي مشاكل ولا الحمد لله مستقر؟ لا الحمد لله كويس والله معايا الصراحه. طب الحمد لله، ربنا ان شاء الله يوفقك، وانا هشوف لك مواعيد الجمعيه دي لازم يبقى منضبطه، مواعيد عمل رسميه ويتكتب يتحط اعلان على باب الجمعيه يعرفكم مواعيدهم امتى، ونشوف كمان موضوع الترع. عينيا ربنا يبارك لك يا بسام. العفو. اشكرك.